يعني بمناسبة كلامي في بداية الحلقة على قصة المواهب وتفريغ المواهب والطفرة اللي حصلت في كل حتة حوالينا ما عدا احنا بصراحة، يعني كلام كان يمكن في الفاصل مع زمايلي على فكرة أكاديمية جينيراسيون فوت في السنغال، واحنا كلنا شفنا طبعا المنتخب السنغالي اللي جه هنا في لعب معانا في القاهرة في بطولة الشباب واللي خد البطولة، والثلاثة منهم بعد البطولة على طول طاروا على فريق ميتس الفرنسي. في استغلال حقيقي، في احتلال كروي لأفريقيا. الدول الكبيره والانديه الكبيره في كره القدم النهارده موجوده باكاديمياتها بخبرائها بكشافينها في كل ملاعب افريقيا، بتساعد وبتطور وبتدعم وبتصرف عشان تستفيد بالمواهب دي. فمن الاولى الحقيقه ان حد عندنا في مصر يعمل اي حاجه. وليه المواهب ما بقتش موجوده؟ وليه المواهب بقت عمله نادره؟ زي ما قلت لكم ده واحد من ملفات اللي هتكلم فيها مع نجمنا النهارده كابتن شريف عبد المنعم اللي بيشرفنا في السادسه، وما بيشرفناش كتير مش عارف ليه، بس منور الدنيا كلها النهارده. نور الدنيا كابتن شريف. أنا دايماً تقلان علينا والله. أنا بتلكك عشان أبقى معاك وأنا في السادسة. حبيبي يا كابتن شريف، إزاي؟ كل سنة وأنت طيب أولاً. وأنت طيب وجميل الأهلي وشعب مصر كله بخير إن شاء الله. يعني عندنا ملفات كتير، حابب أبتدي معاك بالمواجهة المنتظرة والجماهيرية. يمكن مشوار الأهلي كان صعب شوية في مجموعة دوري الأبطال، لكن قدامنا مواجهة مهمة حاسمة تحمل أمال وأحلام وطموحات كل جماهير النادي الأهلي وإدارته وجهازه الفني ولاعيبته. إزاي شفت الدروب اللي حصل في مشوار الأهلي في دور المجموعات، وإزاي شايف ماتش الهلال؟ خلينا نبتدي بتقييم المشوار دور المجموعات الأول. طبيعي جدا إن أنت لما تكون في بطولة كأس عالم الأندية وعشرة أيام متلاحقة في أربع مباريات مع أكبر فرق موجودة في القارات وأنت بتلعب معاهم بتعمل نتائج أو بيبقى لك وجود وحضور جامد جدا وضغط نفسي ومعنوي، وبعدين تتنقل نقلة كبيرة جدا من أراضي جيدة وأتموسفير جيد وماشي تروح في أرض تانية خالص ما يتلعبش عليها كورة أو صعبة جدا إنك أنت تنقل النقلة دي. والحياة والمعيشة والدنيا كلها بالاوتيلات بالنوم بالرحلات بكل حاجه بالاستقرار، كل ده ما بيبقاش فيه استقرار وتلاقي نفسك رايح تلعب مباراه زي الهلال مثلا، كويس؟ تخرج من الهلال تروح على اسوان عشان تلعب مباراه برضو خارجيه، ويتخلل كل ده انك انت لا ترحم انت او اي فرقه معاك، الزمالك مثلا او بيراميدز او مين معنا فاركو ولا فيوتشر في البطوله الكونفدراليه. فالسيستم نفسه احمد مش مظبوط، الدنيا خدت بالك مش مظبوطه، المشاكل كلها من بره. المشاكل كابتن شريف ولا المشاكل بتتصدر لك انت؟ أي. انك بتزنق نفسك وبيزنقوك وبيخلصوا عليك واللعيبه متهالكه كلها وبيحصل اصابات كتير جدا، فطبيعي جدا انك انت تتعثر في مباراه زي الهلال اللي انت رحتها في ما تلعبش فيها كوره. انت شفت فيها كوره ساعتها؟ لا طبعا ما تلعبش كوره. في عندهم الراجل 34 ده اللي بيجري حر هناك وعلى ملعبه وشوط فاول، الشمس كانت معاكسه او حاجه زي كده بالنسبه لحارس المرمى للشناوي، وبنوا كل القصص وبنوا كل الامجاد على حس فرقه اسمها قطن الكاميروني مش موجوده خالص، دي اللي بوظت المجموعه دي كلها. اي حد رايح جاي عليها بيعدي هيكسبها، ده اللي بوظ التنافس في المجموعه وخلى لبعض الفرق ان لما كسبتك انت بقت ضامنه لستة بونت، وتاخرك في المباراه الاولى اللي هي كانت هتبقى مع قطن الكاميروني على ما اعتقد كنت هيبقى عندك ثلاث نقاط انت في اول المجموعه. ايوه. كان هيبقى الفرق واضح جدا انك انت معتلي زيك زي صن داونز المجموعه. انك انت اللي تبقى قصدك راكب الجدول من الاول. والهلال مغلوب من صن داونز. بقيت انت وصن داونز الهيد بتوع المجموعه. بس انت شايف انه كله من بره مفيش حاجه من جوه؟ يعني كره الاهلي ما اتهزتش؟ ما هو لو انا لو تاخد بالي انا بقول لك انا لما العب 10 ايام اربع مباريات لازم يبقى فيه رد الفعل، لازم يبقى طيب في دروب من حصل من ماتش الاخير من ماتش القطن الكاميروني اللي فزنا فيه 4 لغايه ميعاد ماتش الهلال يوم 1 ابريل، هل شايفها فتره جاي يعني كافيه
لاستعاده الفريق للتوازن وتقديم عرض يليق بشخصيه نادي الاهلي، يليق ببدايه الموسم على اقل تقدير. احنا ابتدينا بدايه الموسم بدايه ولا اروع، سواء دوري سواء سوبر سواء حتى افريقيا بره وجوه قدام الاتحاد المنستيري. هل دي فتره كافيه من وجهه نظرك؟ بص هقول لك على حاجه، ما انت متاخد منك كام لعيب في المنتخب؟ 7. لو بعد استبعاد شريف وقفشه ده بعد ازاي كمان؟ ما في يعني منتخب رايح من غير بلاي ميكر، من غير قفشه، دي قصه ثانيه هنتكلم فيها بعدين ما يجي المنتخب بقى نبقى نتكلم في المنتخب. يقول في سنتر فيرود في دلوقتي كهربا عارف يعمل حاله حضور ويوصل، انما الفرقه بقيه اللعيبه الثانيه متاخده منك. في عندك شناوي، عندك متاخدين منك في المنتخب الاولمبي، كهربا الباقي متاخد متاخد منك في المنتخب. عندك 11 لعيب بالظبط، 11 لعيب وجايه لجنه المسابقات الرابطه عايزه تعمل كاس الرابطه وتلعبك قبل الماتش بثلاث ايام. دي ناس بتلعب ضد الرياضه في بلدك. ما هو ليه حق بقى طارق دياب يجي يقول لك ايه؟ ازاي بلد فيها 105 مليون لعيب ما عندهمش قاعده من المواهب وبتاع اللي انت هتتكلم معايا في الاخر فيها؟ ما هي ده من السيستم عندنا. السيستم انت حتى لما بتيجي تعمل او عايز تبني او عايز تخطط زي السنغال كده، لما حضرتك اتشرفت وقلت ان هم ده نتيجه التخطيط، بيخططوا من لحاجه معينه، بياخدوا لنفسهم سبيس ومساحات لسنتين ثلاثه لقدام المنتخب، انهم يطلعوا حاجه زي اللي انت شفتها دي. منتخب السنغال ده حاجه تفرح بصراحه، حاجه تفرح وتلعب في اوروبا مش تلعب عندك في افريقيا بس. فانت عندك سيستم نفسه مش مظبوط واز نوت كواليفايد، ان انت لازم تبقى حد من اللي بيشتغل في الرياضه. ايوه كويس، تجيب ناس تخطط للرياضه مع عدم الانتماءات كمان. يعني لا انتمي للاهلي ولا انتمي للزمالك ولا انتمي لحد معين. انت عايز دكاتره بتعرف شكل الرياضه ايه وبتتفرج على السيستم بتاع بره. هو انتوا ليه بتقلدوا الغرب في كل حاجه وفي الصح ما بنجيش ما بنقلدش؟ ليه احنا ما ناخد الدولاب زي ما هو كده المحترفين ده، دولاب الاحتراف ده كله، وتيجي تطبقه هنا؟ نهينا عن الفرق في اليورو وفي الفلوس والحاجات دي، ابعد عن الحاجات دي وامشي على لا ده انا هجيلك لسه في قصه كمان المحترفين الاجانب اللي في مصر وهل اضافوا لمستوى الكره او تطوير الكره المصريه ولا لا. انت بتتكلم على 5 محترفين مسموح بيهم في كل نادي تقريبا، وعاملين لك يمكن قائمه منصف مديني 102 عدد المحترفين 102 محترف في مصر، منهم محترفين ما لعبوش، مسمينهم لاعبين دولي ما لعبش ماتش او نص ماتش. عندك علي معلول يمكن هو المحترف كويس، عندك بيرش تاو ده لعب في انجلترا وفي بلده معروف، هنيجي في الملف ده. بس هرجع تاني لماتش الهلال والاهلي ان شاء الله يوم فهو بقى. ده السيستم اللي خلى الهلال يعتلي بضربه كوره اللي هي الفاول دي. ايوه كسبك في الماتش ده وعمل مشاكل واول، واي حد بيكسب النادي الاهلي فهو لازم يبقى ليه توابع، انما هم اخواتنا وحبايبنا ما مش الحكايه مش هتعدي مباراه. اهي المباراه كانت عندك والدنيا ومباراه راجعه لي انا بقى كمان بتحدد فيها الكواليفايد مين اللي هيكون هو موجود في متأهل المتأهل والتوفيق باذن الله طبعا لفرقتنا اللي احنا لازم نتكلم عنها. انما اي حاجه بتتناولها الاعلام او بيتناولها السوشيال ميديا ده سببه كان تاجيل المباراه بتاعتك بتاعت القطن الكاميروني اللي كانت عندك في مصر. عارف انت لو كنت مشاركه الاهلي انت لو ابتديت بالثلاث نقاط دي الدنيا اختلفت، على الاقل كنت هتتعادل. في انما قدر الله ما شاء فعل، والقمه والاثاره طبعا في اللي حصلت في مباراه سان داونز والهلال، والدنيا كلها قالت لك سان داونز هتسيب الماتش وسان داونز ما فيش حاجه، سان داونز لازم يكسب كان المباراه عشان يضمن اول مجموعه. انت ما تعرفش بكره لو لاعب القطن ممكن القطن يعمل معاه اي حركه كده مش لطيفه ويكسب. فالناس دخلونا في مشاكل ودخلونا في حوارات ودخلونا في مانشيتات معموله. الهلال هقول لك على حاجه، انا متعاطف معاه الحاجه بس ان هيبقى كواليفايد، يعني كان في ايده ان هو يبقى في دور الثمانيه ودي حاجه جيده بالنسبه له. الاهلي متمتع بالبطوله، صاحب هو صاحب القدر الاكبر وهو صاحب الحكايه. ايوه ومن حقه يحلم، ده اول لقب افريقي ومن حقه يحلم. فاحنا متعاطفين، ما حققش اي لقب افريقي في تاريخه كله، احنا متعاطفين معاهم. مش المريخ اعتقد هو اللي حقق لقب وحيد، حق مشروع جدا للهلال انه يتمسك بالفرصه اللي بتبقى معاه، واحنا معاكم بس ملعب بيبقى هو في الاخر هو اللي بيقول كلمته. انت جالك ضربه جزاء ضيعتها،
دي كانت على الاقل تخليك كواليفايد. واحنا جات لنا ضربه جزاء ضيعناها برضه، واحنا يعني ضربه جزاء بتاعت هاني في ماتش سان داونز كانت كفيله بانه، واحنا في كل مباراه بيبقى لنا اربع خمس فرص لو استغلنا انصاف الفرص دي والحلول دي ولعنه الاصابات بعدت عنك صدقني ما عندناش مشاكل. انا ما بقلقش، ولما بقلق بنحسس كلنا نقول ايه الحته دي فيها مش عارف ايه، الحته دي يا جماعه لازم نركز ونعمل معسكر مع نفسنا. كهربا قفل السؤال ده، او يعني حتى لو بشكل مؤقت، يعني شايف انه رجوع كهربا وفعاليه كهربا، انا مش عايز اقول رجوع لانه شايف كهربا لسه ما رجعش برضه، وانا مع كل احترام للناس كلها شايف انه امكانيات كهربا اكبر بكتير من الشكل اللي هو ظهر بيه، لكنه على مستوى الفعاليه الحقيقه رجوعه كان مفاجاه للجميع بما فيهم انا شخصيا. لما قدرته على المساهمه في الصناعه والتهديف، لما تكتمل القوه بتاعتك في لعيبتك الاساسيه وفي الفورمه بتاعتهم هيظهر وجود كل من عنده كوره منهم كهربا. يعني كهربا عنده كوره، عايز الاطراف بتاعته تشتغل كويس قوي، عايز البلاي ميكر بتاعه يجي يعمل على السيستم معاه ويكمل، هو بيعرف يترجم بسرعه. في كوره في ماتش الكاميرون مع احترامي للمنافس يعني، وهي جايه له راح عملها له قفشه راح واخدها على طول في الجول. في واحد تاني يقول لك يروح واخدها ومحضرها ويفكر هيعمل شوط ولا هيعدي ولا لا، هنا الراجل عشان كده بقول لك ايه، عمل لنفسه حاله حضور وصلته لمنتخب مصر. فده كهربا، وكهربا لعيب، في لعيبه تقيم وفي لعيبه لا تقيم يعني. انما الحاله البدنيه بتاعته عامله ازاي، اصابته فيها شكلها ايه، مش عارف، هو ده اللي يخليه دايما كهربا هيبقى موجود ولا مش موجود. انما كهربا اساسياته وكورته كوره عاليه جدا. لما بينزل جنبه محمد شريف ببص الاقي محمد شريف ده فوق كمان، لان معاه لعيب جنبه بيلعب كوره كويس. عبد القادر لما بيبقى احمد في مستواه الدنيا كمان بتكمل. ايوه بيعدي سهل جدا، يروح عاملها بالعرض كده الاقي علي معلول لما بيوصل المنطقه دي ويعملها بالعرض جول. فانت تخيل الدنيا بتبقى عندك من انصاف وحلول صغيره جدا، انت تقدر تكسب اي مباراه بتلعبها مع اي حد على فكره. والاهلي اثبت قدام ريال مدريد كده 40 دقيقه عندك كنت تقدر تكسب 2 3 فيهم. انت اللي ما كسبتش. انت اللي فرطت. انت لما رجعت بقيت 2 2 وقفشه ضايع الكوره، انت اللي جالك بريك داون، ما ركزتش بقى. ايوه صعبه برضه، زهقت. صعبه يعني صعبه. لا زهقت طول الماتش بلعب ريال مدريد، وجات لي الفرصه وانا ما عملتهاش. ايوه خلاص وقفت بقى. ريال مدريد راحت بثلاث اربع كور داسوا عليك في خط ال 18، ما هي الحكايه فرصه او الحكايه بتبقى كوره واحده مثلا او حاجه زي كده. انما البيز عندك، عندك ولا ما عندكش؟ لا الحقيقه عندك، بس برضو انت نوهت على حاجه كده في الاول. لا في حاله لازم تتظبط، وفي فيديوهات لازم تتفرج. أيوه. وفي اخطاء لازم نتعلم منها. صح. متفقين، دي متفقين. انا تعالى نشوف كده وسائل الاعلام في السودان ازاي بصت على المواجهه المنتظره. خدوا بالكم في مش عايز اقول عليه اسميها حاله تصعيد، يعني خليني بلاش اقول تصعيد، خليني اقول حاله شحن كبيره جدا. ومش هتكلم برضو على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا ما تقدرش تمسك بتتكلم على مين، لكن تعالى نشوف وسائل الاعلام في السودان بتتكلم ازاي على المباراة، وازاي بتتكلم على مواجهة الاهلي والسودان والهلال السوداني. الزرقاء: الهلال يرصد حافز ضخم لمعركة الصمود والصعود. الازرق يستأنف تحضيراته تأهلا للاهلي ويستعيد بالنمور صقور الجديان. ده طبعا مباراة ودية، هم طلبوا، هم اتأجل لهم مباراتين في الدوري وهيلعبوا مباراة ودية، قرروا هم يلعبوا ودية. ايه شايف ازاي يعني، قاري ازاي التصريحات كده وفي نظره كده، عارف إيه؟ عارف المباريات المصيريه دي بقول لك ايه، انا انا قاري فرقه السودان مش قاري التصريحات. انا قاري ان دي فرقه بتلعب جيم مفتوح. ايوه وبتلعب عندك هنا، يجرؤ انه يلعبني انا جيم مفتوح. هو هيلعبك، ما بيعرفش يلعب غير جيم مفتوح. الراجل متحرك. هم قدام سان داونز يا كابتن شريف كانوا يعني، كان سان داونز هو اللي ضاغط عليهم، ضاغط عليهم تاني تايم في ملعبهم يعني، تاني تايم وان سايد جيم يعني. كان يقدر تاني تايم وان سايد جيم يقدر يكسب كتير قوي يعني. انما عشان كده هم فاتحين خطوطهم كلها، عشان كده بيلعبوا على الراجل 34 ده، انا بس عايز افتكر اسمه. مكابي. مكابي هو ده اللي عنده تحرر عرضي ويميني وطويل وبيشترك وسريع، فهم بيبنوا كل الحاجات دي على سرعته يعني. فانما بقيه الخطوط
ما بيقفوش صح كمان في نص الملعب. هتلاقي واحد الهاف رايت ماشي كده والهاف باك نادي اللي تحت والتاني لقدام، كل نص الملعب أيوة. بالبتاع ده ب 1 2 تلاقي نفسك رايح على الجول يعني. ف يعني الصمود اللي بيتكلموا عنه والصمود والصعود والصعود والكلام من ده ما اعرفش ايه، كل ده بيتلغي بالنسبه لي انا بعد اول هدف. ولا انا مظبوط طبعا بعد اول هدف وتعزيز صحيح. الهدف صحيح خلصت الحكايه. نشوف الصحافه والاعلام وسائل الاعلام السوداني بتقول ايه كمان. الهلال يواجه الاهلي شندي اعداديا مساء الخميس، دي المباراه طبعا التحضيريه. كشف السيد عبد المهيمن الامين مدير دائره الكره بنادي الهلال عن وضع برنامج متكامل لمواجهه تحديات المرحله المقبله، واشار خلال حديثه للمركز الاعلامي ان الفريق سيبدا تحضيراته لمواجهه الاهلي في الجوله الاخيره. يعني هي نفس قصه المباراه الوديه اللي كلمت حضرتك عليها. كويس، بس نشوف هم سمحوا للهلال واجلوا له مباراتين في الدوري، وانت الرابطه بتاعتك عايزك تلعب مع المصري قبلها بثلاث ايام. دي حاجه مرفوضه تماما يعني، وما عندك 11 لعيب بره كمان الفريق. يعني انت عايز ايه؟ يعني انا مش فاهم ايه لغه الاستفزاز دي اللي انت بتعملها على الكره المصريه عموما، يعني مش اهلي بس ولا إيه؟ مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ هي مش مفترض يعني انه كاس الرابطه مش بالاهميه قوي، واحنا عندنا ده كمان عاملينه حاجه يا محمد. نوك اوت. يعني زمان كنا بنقول ايه؟ لما بيوقف الماتشات الدوليه والكلام من ده، الاجنده الدوليه بنعمل ماتشات للفرق الثانيه عشان ما يحصلش حاله ركود. طب النهارده المحله خرجت امبارح، ركود ادي ركود لغايه امتى بقى حضرتك؟ هيفضل اللي عايش الاسماعيلي والمحله وبقيه الفرق فين؟ وكل لعيب هيتغلب او كل فرقه هتتغلب هتروح فين؟ هو ده المبدا اللي انت يعني حتى وانت بتفكر ما فكرش زي السنه اللي فاتت كمان. ده خبر تاجيل يا كابتن شريف، اهو انه وافق على الاتحاد السوداني وافق على تاجيل مباراتين للهلال في الدوري الممتاز. انا كنت فاكر بتقول لي خبر تاجيل مباراه الاهلي والمصري. لا عندنا هنا لو يقولوا يقدموها او يلزقوها في ماتش الهلال ايه الدوافع بتاعتهم؟ انا مش فاهم عايزين ايه بالظبط هم يعني. انا خد بالك انا ما بتكلمش في الحاجات دي كتير، بس في حالات بتبقى حاله استفزازيه. لا ليست الاولى ولن تكون الاخيره يا كابتن. لا حاله استفزازيه بجد. ايه يعني عايزين تقولوا لنا ايه؟ مش فاهم انا. انا مش فاهم عايزين يقولوا ايه؟ هو خد بالك برضو يا كابتن شريف من 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 نظريه انا ابتديت اعتقد فيها واصدقها بصراحه. فكره انه الاهلي يبقى ناجح على طول على كل المستويات، تلعبه مع مستويات عالميه يعني احنا 80 مليون اهلاوي. لا انا بس مش بسيبك. هو حضرته هو بيتكلم فكره ان الاهلي هو البطل وهو الزعيم. البطل والزعيم 80 مليون ده غير اللي بقى في انحاء الامر الواقع افريقيا وانحاء الوطن العربي. بيقول انه يعني في ال 10 او 12 سنه الاخيره نجاحات الكره المصريه في مصر تنسب فقط للنادي الاهلي. ما تشتغل، هل في اي انجاز ثاني يتحقق للكره المصريه غير النادي الاهلي؟ وبالتالي حاله النجاح المستمر والمتعاقب والمتوالي دي بتكشف فشل الاخرين، فبالتالي اللي مش قادر ينجح بيحاول يعطلك. هو انت يعني السنتين اللي فاتت الدوري راح منك اتاخد منك ولا انت اللي سبت الدوري؟ لا احنا يعني بص هو يعني احنا اللي هي جريمه مشتركه. لا احنا اللي وقعنا في حاجه اسمها حقوقك ما بتاخدهاش. ماشي، وكان في اخطاء تحكيميه فجه. ما هي دي انا بقول لك عليها اللي اسمه الفار. طول ما في الفار مش هتشوفه يعني انت فهمتني؟ فاحنا اللي بنفوت. انا صالح سليم انتوا عايزين تاخدوا الحاجه ولا مش عايزينها؟ مش عايزينها اي حد ياخدها. مش هنسمي مين اللي خدها. خلاص. فالسنه اللي فاتت نفس القصه، تروح دور بطوله العالم ها تحقق ميداليه يراهنوا عليك انك هترجع صفر لدين ب 12 13 لعيب تعمل انجاز. ايوه. ترجع هنا تصارع بقى وتشوف الواقع المرير، الحقيقه المره اللي بنعانيها كلنا كلاعيبه وكمشاهدين من السيستم. ايوه السيستم مش هيتغير لانه ما ينفعش يبقى طول الوقت لا في مصر ولا في افريقيا مفيش غير الاهلي. يعني في اوقات كتير جدا الاهلي اتحرم من بطولات عشان ما يبقاش الاهلي هو المتصدر المشهد في اوقات كتير جدا. الكلام ده جوه مصر وبره مصر على فكره، حتى في افريقيا. عايزين حد غير الاهلي؟ او بحاربوا حد غير الاهلي برضه؟ هي مش اتقالت صراحه. لا عايزين حد غيرنا غير الاهلي. كويس، حتى غيرنا ده حاربوه السنه دي. حتى الزمالك اتحارب السنه دي
بماتش قبل الماتش وبثلاث ايام، قال يعني دي الحكايه العداله اللي أيوه. موجوده بيننا. ده غلط، ده غلط غلط على الكره في مصر كلها. وهيستمر على فكره، خد بالك انت البطولات بتزيد، يعني انت النهارده بتتكلم على السيزون الجاي، احنا بقى لنا ثلاث سنين اهو بنلعب افريقيا وبنكمل المشوار للاخر، وبنلعب كاس عالم وبنلعب سوبر افريقي وبنلعب دوري محلي وبنلعب كاس قديم وبنلعب كاس جديد، واستحدثت بطوله كاس الرابطه، ومن السنه الجايه عندك بطوله اسمها السوبر ليج، ومن السنه الجايه عندك بطوله اسمها البطوله العربيه، ومن السنه اللي بعدها كاس العالم هيبقى 32 فريق. فانت بتتكلم على انه الاجنده في السنوات اللي جايه هتبقى فوق طاقه البشر والانديه. لو ما فيش تحرك من دلوقتي وتخطيط سليم للمواسم اللي جايه، تخطيط اربع خمس سنين قدام، كل عام وحضرتك بخير. عندنا حاجه بتقول، بتعرف ولا ما بتعرفش؟ بتعرف حضرتك ولا ما بتعرفش؟ واضح انك ما بتعرفش. خلاص سيب بقى الحكايه دي خالص، وما تطلعش حاجه تخلي الناس تمسكها عليك. انا دلوقتي انا ماسك عليه ان هو ما بيعرفش يتصرف ولا بيعرف ينظم ولا بيعرف يعمل اي حاجه. ليه يعني؟ ده انت المفروض حاجه طالعه. طب ما في انجلترا في حاجه اسمها كاس الملكه، وكان في كاس انجلترا، وفي كاس رابطه المحترفين. ايوه. في انديه بتعمل ايه بقى لما في كل الحالات دي؟ بتضحي بكاس الانديه او بتضحي بكاس مش عارف. هو كاس الرابطه دايما كاس الرابطه وتركز ما بيبقاش ليه وزن، ما بيبقالوش وزن، بيبقى بيلعبوا بالسكند تيم والحاجات بالظبط كده، البي لاحياء البطوله وكلام من ده. انما هنا انت مطالب منك انك انت اي حاجه تبقى موجوده فيها، اولا لازم اسم النادي الاهلي يبقى موجود فيها. ليه؟ تسويقيا. اي حاجه لو في افريقيا النادي الاهلي قدر الله بيخرج، ما عادش بيتابع البطوله. اللي بيتابعوها بقى اهل الوداد، اهل سان داون، اهل حتى سان داون ما بيكملش البطوله، فبتلاقي بقى في اسماء تكين دخلت عليك، ما بتبقاش بطوله قويه، ما بتبقاش بطوله واخده العين. حتى وانت بتحلل في القنوات الثانيه اذا كان بين سبورت ولا حاجه، بتقعد تتكلم ومش ايه وليه لا، وعايزين نشوف فرق جديده وعايزين نشوف وجوه جديده. انما الكواليتي الماتشات والمباريات الجامده، ويبقى الاهلي والوداد مثلا، الاهلي والترجي، زمالك وترجي، ولا زمالك ووداد، انت فهمت انا قصدي؟ ده الاسماء دي، ولا اي حد مستجد علينا تاني في افريقيا بيطلع بضربه حظ يعني. ف دي برضو ليها وجودك انت ليه ثقل تانية خالص في في الحكايه. والحقيقه كمان انه نجاحات الاهلي، سيبك من الميداليه البرونزيه مركز رابع، سيبك من القصه دي، لكن المشاركات على مستوى او الاحتكاك على مستوى دولي وعالمي يا كابتن شريف، ادى للاهلي برستيج تاني خالص، واثار غيره ناس كثيره جدا. يعني انت لما تلعب مع ريال مدريد وبايرن ميونخ، حتى لو بتخسر منهم بالمناسبه، بس مواجهات رسميه وبتقدم مباريات مقبوله فنيا نظرا للفوارق، انشيلوتي نطق، لازم نعترف بيها، انشيلوتي اتكلم، اللعيبه بتاعت ريال مدريد احتضنت اللعيبه وقالوا لهم جود بلايرز، يعني ان بتبقى في حته تنظيم معين. أيوة. انت مش مؤهل، السيستم بتاعك مش مؤهل على ريال مدريد انك لا، وبتكسب يعني ابطال القارات، بتكسب امريكا وبتكسب مونتري المكسيكي، وبتكسب البطل امريكا سياتل ساوندرز واوكلاند والدحيل والهلال السعودي، يعني أربعة. بتكسب ابطال قارات الهلال اللي هو كان ممكن يكسب طبعا طبعا اول. طيب عايز ارجع معاك على الملف عندنا هنا. طب احنا عندنا في حاله ضجيج وفي حاله صخب عاليه جدا، المردود بقى الكواليتي بتاع المنتج انت شايفه ازاي؟ لما نيجي نبص لبطوله الدوري، حجم المواهب اللي افرزتها البطوله، لما نيجي نبص للمحترفين الاجانب، هل اضافوا للكره المصريه؟ هل ساعدوا على تطوير المسابقه، تطوير المستوى ولا لا؟ بس هتسمحني نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا، وسيبكم من النتائج وسيبكم من البطولات وسيبكم من كل حاجه، انا بتكلم على الجودة، على المنتج. لازم قبل ما نشوف الأرقام تاخد بالك، ونسمع طبعا رأي نجمنا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم، لازم تاخد بالك من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى إنه في كل مكان في العالم، وده ينطبق على كل شيء مش بس على اللاعبين المحترفين، حتى على السلع، حتى على البضائع، من أصغر سلعة لأكبر سلعة، عشان أجيب سلعة مش موجودة عندي أروح أجيبها من بره، ليها حاجة اسمها كود، ليها حاجه اسمها سبيكس او سبيسيفيكيشنز، في كود معين عشان اسمح بدخول السلعه دي، بما فيهم بركان طبعا على الدول اللي عندها تجارب ناجحه ومحترمه، بما فيهم الدول اللي بنشوف بنتفرج على الكوره واحنا منبهرين، زي الدول الانجليزيه يعني الدوري الانجليزي، زي الدوري الفرنساوي، زي الدوري الالماني،
مواصفات للاعب، سنه، مشاركته الدوليه. في دول بتشترط اساسا انه عشان يجيب لاعب لازم يبقى دولي يشارك في الموسم ده مع عدد معين من المباريات للمنتخب. فده القصه الاولى، هل في كود للاعبي المحترف او مع اللاعبين المحترفين او معايير يعني اتحددت عشان نجيب لاعبين محترفين؟ لانه ده هيقودنا للسؤال، ايه السبب في ان انا بلجا لوجود لاعب محترف، لاعب اجنبي هنا في مصر؟ كل اللعيبه اللي بتلعب مفترض انها محترفه، لكن بتكلم على المحترفين الاجانب. الفكره انه يطور، يرفع المستوى، ده سبب اساسي، وشفنا تجارب. وهنا مش هتكلم مثلا على الدوري الانجليزي والالماني والاسباني، لا، تعال نبص على الدوريات الخليجيه، وتعال نبص على الدوريات المغربيه، وتحديدا المغرب او السعوديه او قطر او الامارات. هل المسابقات اتطورت؟ هل المردود الفني للاعبين دول جاب نتائج ايجابيه على اللاعب الوطني؟ هل قصه الاستثمار نجحت؟ فكره ان انا اجيب لاعب استفيد منه فنيا وبعد كده اقدر ابيعه واسوقه لاوروبا واكسب منه. تعالوا نطبق كل ده على الدوري عندنا هنا في مصر ونشوف راي كابتن شريف عبد المنعم. بس بعد ما استعرض معاك مع مجموعه من الارقام، اول الارقام معانا مرتبطه بعدد المحترفين الدوليين اللي بيلعبوا عندنا في الدوري المحلي. خلينا نشوف الارقام ونرجع ندخل في الموضوع. دي ارقام المحترفين الاجانب في الدوري المصري، 102 لاعب كابتن شريف، منهم 43 لاعب دولي. 60% من الرقم ده من اللاعيبه الدوليين شاركوا لمباراه او مباراتين مع منتخباتهم. بدايه، هل شفت ان المحترفين في الوقت الحالي مثلوا اضافه؟ هو اصلا انت دايما بتبحث عن التدعيمات للفرق الكبيره اللي هي بتلعب في كذا بطوله. فمن حقها ان هي تبقى عندها مشاركات مش على الاقل من على الاقل 5 لعيبه في كل فرقه. مظبوط. زي الزمالك او زي الاهلي، غير اللي تحت السن او بيراميدز المستجد السنه دي ان في كمان تحت السن. او الفرق، انا شايف في تجربه دلوقتي كمان ان في الممتاز به بيجيبوا لعيبه اجانب وبيحطوها. شفت في زد لعيبه جايه من بره وحاجات كده. ف كويس، بس المعايير اللي حضرتك بتتكلم عنها دي وانا بنتقي او بدور على لعيب، هي ما بقتش، لا هي بقت لعبه وكلاء. الوكيل يعرف يعمل سي في لاي لاعب لعب ويقدمه لك في صوره الهداف وصوره اللعب في البرازيل ولعب في انجلترا ولعب في المغرب واحترف في اسكندنافيا واحترف، ويبتدي يديك المردود اللي انت تقول حتى لو جبته وعمل مشاركات بقى سبورتنج ليا انا في حاجات انا محتاجها في الاماكن دي، اقدر بعد كده اعمل له ريسيل لاي حته ثانيه، اعاده بيع لمكان ثاني. عنده ريبيتيشن، عنده سمعه. ولكن انت لو انا اللي مسؤول مثلا وبتكلم على الملف ده، انا اكتر ولد هجيبه عنده 23 24 سنه. من هنا انا مش ندمان على حاجه، اللي هي تجربه مين؟ إليو ديانج. ايوه، إليو ديانج دي تجربة، مش ليه تجربة دي الأنجح، وهي اللي أنا بتخيلها إن كل التجارب أو كل تمشي في نفس السياق ده، الانفستمنت اللي أنا عايز أخليه موجود عندي في الرياضة، في الرياضة عموما. أبقى بكلم من المنظور ده، اللي هو اللعيبة اللي ما بتروحش تحترف في أوروبا، إذا كنت هتبص في أفريقيا يعني، دول كتير جدا، دول بتوع آلافات موجودين في أفريقيا. فانا ما العبش لحساب الوكيل، انا بحساب نفسي انا. انا ادام عندي انا راجل بيشتغل في التسويق والكلام من ده، هو اللي يبحث في الملف ده، هو اللي يعمل ملف لنفسه، هو اللي يجيب الجماعه دول ويعمل لهم حاله اعاشه هنا في مصر وينتقي منهم، وبعد كده ياخد اللي عايزه واللي مش عايزه خلاص. هو منظومه السكاوتنج في مصر هنا فيها قصور او فيها عيوب من وجهه نظرك؟ انهي منظومه؟ منظومه اكتشاف المواهب خصوصا الاجانب. يعني سيبك، انا متاكد انه فيما يتعلق بالمواهب المصريه عندنا مشاكل كتير. احنا عندنا ملفات، قصور هنا وقصور هنا. ايوه، ان حضرتك تقدم ملف مدروس ينفذ. يعني ياما قدمنا حاجات لناس كانت مسؤوله في اداره الكوره والحاجات دي، يقول لك انا الملف ده عامله هقدمه. اقول له طب الحمد لله، يعني فكر واحد، طريقة واحدة، الشكل واحد، أنا راجل بتفرج على الغرب بيعملوا إيه وأوروبا بتعمل إيه والنجاحات اللي بتحصل، فبحاول أقلد، بحاول أقول ليه دول ناجحين وأنا مش ناجح، بحاول إيه الفرق اللي بيني وبينهم غير الفلوس والملاعب، عايزين نقرب ناخد الحاجات الحلوة اللي عندهم،
وبعدين تيجي تدور على الملف اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، سيبك من الانديه، ده عندك الاتحاديه في مصر. كويس؟ لجنه المحترفين. لجنه المحترفين دي لازم عندها قواعد كل لعيبه مصر كلها تمشي عليها. ولا غلط؟ ادام هتعمل شكل احترافي في مصر. ايوه. مشيني محترف في كل حاجه. حقيقي. ما تدينيش ثغره، ما تديش للنادي حق على اللاعب. انت تمضي على بياض وانت عندك 16 سنه و18 سنه وما. لا، انت تمضي ولما اجي ابيعك انا ابيعك مشروط ليا. مش كل لاعب لازم يبقى عنده وكيل اعمال يشوف العقد ده شكله ايه. ده احنا قصه العقود دي فيها فضايح كتير قوي. ما هو ده من السيستم اللي حضرتك بتتكلم عنه. انا لازم ابقى عندي حاجه ملف سليم الاول ما فيهوش ثغره. على فكره العقود بتاعت اللعيبه في مصر هنا ومنها اللي اتسرب كمان مؤخرا، ممكن يتعرض النادي صاحب العقد ده او الناديين اصحاب التعاقد ده لعقوبات من الفيفا. كل حاجه. أيوة. واللعيب يعني واللعيب يتعود. هي مشكله الكهرباء فين؟ خد بالك؟ ففي حاجات كتير قوي جوه المنظومه كلها، مش بس ال 102 لعيب اللي انت جايبهم. بقى انت ساعات بتبقى محتاج تجيب لعيب بسرعه، او محتاج في الميركاتو بتاعك انك انت تدخل 2 3 لعيب، بيتعرض عليك 10 12 واحد اهو، بتجيب المتاح. هو المفروض انه يعني انا اللي انا افهمه يعني انه طبيعي انه لو في ب 10 جنيه بلاننج، انه انا مش هستنى لما احتاج، ومش هستنى لما يجي موسم الانتقالات. المفترض ان انا لو يعني لو انا هشتغل بشكل بروفيشنال، انا عندي في كل مركز اوبشن اي واوبشن بي واوبشن سي بدون اصابات. بس من غير هو ما انت ايه اللي بيوديك من غير ايه اللي بيوديك لانك تدور على من قبل انا مش هدور. ايه اللي بيخليك تدور على باك رايت دلوقتي؟ انا لما يجي موسم الانتقالات، انا ده احنا عندنا في مراكز، انا جاي لك، احنا عندنا مراكز في الكوره في مصر هنا فيها مشاكل. انت ايه اللي عندك؟ اتنين اتعاروا في مركز واحد، خلاص لازم تفتح ملف الباك رايت. عندك مشكله كانت في السنتر فيرود، لازم تفتح ملف السنتر فيرود. عندك مشكله في العمق الدفاعي، عندك جنب اي حد بيلعب، لازم تفتح الملف ده. بس عشان كده بيحصل. ايوه. بيحصل انك انت بتعمل عرض وطلب مع اي وكيل عندك، تقول له وفر لي المكان ده وفر لي المكان ده، والدنيا بقت كلها عارفه كل الكلام ده. يعني مش انا وانت بس، ولا هم بس، ولا بقى كل حاجه ما على الملء. يعني الاهلي عمل صفقه لاعب وسط ملعب مهاجم وبلاي ميكر. بس انا كابتن شريف، معلش اسمح لي، انا لو عندي الداتا بيس دي، انا لو شايف وعيني في افريقيا مثلا، اتكلم على افريقيا يعني، او امريكا اللاتينيه او اوروبا او حتى اسيا، ما انا ممكن اجيب لعيبه من الدوريات الخليجيه برضو، ولا ايه؟ انا يبقى عندي في كل مركز، انا عندي 11 مركز في الملعب، عندي في كل مركز دول اوبشن واحد واوبشن اثنين واوبشن ثلاثه واوبشن اربعه، وعارف ومتاكد من الكواليتي ان هو ده الكواليتي اللي انا بدور عليه. لما يجي ميركاتو او لما يجي حاجه لان انا احتاج ادعم مركز، اخلص على طول، مش لسه هبتدي ادور. لا، ولازم يكون عندك العين الخبيره اللي هي تعرف تجيب لك. ما هو اكيد طبعا لازم يكون عندك عين خبيره هي اللي تعرف تجيب لعيب او تشاور. انت لما تشوف اللعيب ده كده تقول ده لعيب كويس، تيشيرت الاهلي، تيشيرت الزمالك. الكره في مصر في جيلك انت، كان حجم المواهب اللي موجود فيها عامل ازاي؟ كلهم مواهب بصراحه. انا محظوظ، واللي لعبوا معايا ناشئين كلهم مواهب. بس انا لو عديت لك الناشئين اللي كانوا بيلعبوا معايا، انا طلعت فوق وطلع معايا اثنين ثلاثه كويس، والباقي راحوا الانديه الثانيه. انت عارف نغمه شيرة العبد ولا تربيته دي جت منين؟ جت مننا احنا. احنا اللي بقينا نطلع مواهب كتير قوي، وفوق عندك فول تيم، فيخش بسرعه الشيف عبد المنعم بالعافيه. كان قبليه البحطيتي مثلا والسمري، وتجيب مثلا لعيب يصاب ولا حاجه. بس وانا قاعد في الناشئين تحت، انا جنبي فرق يعني، كان الله يرحمه جمال الجندي ده كان من حاجه فول باور وبتاع، فرديات شريف عبد المنعم اعلى شويه، فوت ورك بتاعه جامد، مش عارف ايه. لما تيجي تراهن عليه تقول له طب هات ده يمين وهات ده شمال، طب ودي ده المصري وهات شريف مش عارف فين، طب ودي ده المقاولين وهات. فكان عندك عمليه تفريغ كبيره جدا وفوق مقفوله، ما عشان تخش لازم يبقى لك صدفه وحظ وتواكب الانتصارات. احنا عندنا الفرقه اللي كانت بتكسب، معلش استحملني، لا خالص، اللي بتكسب الفرقه ما بتتغيرش.
وكنا عارفين مين الاساسي ومين اللي هينزل في الدقيقه كذا ومين اللي ده هيلعب 60 دقيقه وده 40 دقيقه وصفوت هينزل يعمل الماتش كله ويعمل الايقاع والبتاع، ينزل مجدي بعد كده عبد الغني لما دخل الفرقه يعمل حاله الدفاع والجري في كل حته ويقطع في شطه كان موجود في نفس المهام دي يعني. وعندك بقيه السرعات وكلام مصطفى سنتر فيلد مصطفى عبده الخطيب وعبد العزيز عبد الشافي او وشيف عبد المنعم. وانت رحت الاهلي ازاي يا كابتن شريف؟ ناشئين. انت رحت كده اختبرت يعني اختبرت قالوا لي تعالى بكره يعني مش بطال اول مره تاني يوم فردت بقى والخوف راح والبتاع مضوني وابتديت العب خدت البطوله معاهم التجار تاني راوند يعني. انت اصغر واحد سجل الاهلي في افريقيا صح؟ من اللعيبه اللي اعتبر ان انا اصغر لعيب. كام سنه سجلت في افريقيا؟ كان عندي 17 سنه اعتقد. ناشئين يعني زي ما بيقولوا عليهم دلوقتي. بيقولوا عليهم ناشئين. ما هو اللي يتكلم على واحد عنده 17 سنه دلوقتي ناشئ غلط. يعني في ناس بتكلمني بتقول لي انا 2002 عايز اروح اشوف لي حته. اقول له شوف لك حته ايه؟ انت تلعب درجه اولى. انت انا مش هحطك ناشئين خالص. انت ما تنفعش تبقى ناشئين خلاص. 2002 دلوقتي 2001 2003 دول 21 سنه لازم يبقوا موجودين في دائره الضوء. طب خليني هكمل في النقطه دي معاك بس يهمني كمان عاملين خريطه كده احصاء لاكثر الجنسيات مشاركه في الـ في الـ في اللاعبين المحترفين في الدوري المصري وارجع تقول لي كده مين الخمس اسماء اللي لفتوا نظرك غير محترفين يعني ما تقوليش معلول وديانج وبيرسي يعني طلع حميد تاو تعال نشوف كده جنسيات اللاعبين المحترفين ونرجع. طيب طبعا عندنا نيجيريا عايزين على الشاشه الكبيره بس عشان ممكن نجيبها للكابتن شريف قدامنا على الشاشه الكبيره. نيجيريا في الصداره هي كابتن شريف اتفضل. اوكي 28 لاعب معايا هنا يعني بس هنا احلى كده. تونس 15 كوت ديفوار 6 المغرب 5 المغرب 5 غانا 9 5 برضو بوركينا فاسو 4 اوغندا 4 فلسطين 4 انا مش عارف رغم فلسطين ما بيعتبروش اجانب يعني بس يعني الجزائر 4 غينيا 3 تركيا 2 تركيا بالنسبه لنا تنزانيا 2 بنين 2 كاميرون 2 جنوب افريقيا 2 مالي 2 انجولا 2 غينيا بيساو 1 السنغال 1 الاردن 1 السودان 1 كل واحد بقى اثيوبيا والبرازيل وتوجو وليبيا وموريتانيا والجابون وكولومبيا مين الكولومبيا؟ حاولوا تجيبوا لي كده مين بتاع المقاولين؟ لويس ادواردو لويس ادواردو لعيب كتير يعني لعيب كويس قول لي اهم خمس بره محترفي الاهلي مين اهم خمس محترفين شايفهم في الدوري المحلي؟ مين لفت نظر كابتن شريف؟ انت لو ما قلتليش خمسه من 102 شيل منهم الخمسه بتوع قلت لك حميد تاو ده حميد تاو والراجل بتاع المقاولين حميد ماو حميد ماو احنا بتاعنا اللي تاو احنا بتاعنا تاو حميد ماو حميد ماو فيها وينج ليفت بتاع المقاولين عرب لسه جايبينه السنه دي وينج ليفت انا الوينج ليفت اللي بيعجبني بصراحه اسمه جوناثان نجوين انا بيعجبني كمان فيوتشر الجزيري بتاع الزمالك الجزيري خد بالك يعني شوف بقى التصريح ده حقيقي شويه اديني انا الجزيري لا احنا نتكلم كوره انا بيعجبني على فكره بس ساعات الفرقه لما بتبقى كويسه بتبان بيبان بتبروز انما انا مش هعمل كل حاجه لوحدي يعني في لعيبه عندها البيز بتاع الكوره عندك مين تاني بتعاني يا كابتن شريف عشان تطلع خمس اسماء حاسك ده انا بعاني عشان اطلع 10 ينفعوا المنتخب يبقى مش هعاني في الاجانب في الراجل اللي جاب فينا جون بتاع 1-1 ده احمد رشيد بتاع احمد رشيد ده كويس كويس يعني بس مش سوبر يعني كل اللي بتقول عليهم دول يعني تقدر تقول انه بيمسك كوره بيفكر عنده حاله وجود اما يجيب جون فيه كمان يبقى لعيب مش بطال عموما التجارب الناجحه بالنسبه لك على مستوى المناطق تجارب لاعبين شمال افريقيا ولا تجارب لاعبين جنوب افريقيا يعني تميل اكتر لمدرسه الجزائر والمغرب والترجي شايف ان دول سابوا بصمه اكبر ولا السنغال ونيجيريا بما ان نيجيريا في الصداره والكاميرون وكوت ديفوار
يعني انا اصل ده في تفاوت هنا، في عندك انطوي عمل حاله هنا في مصر. جون انطوي لا هو اللي عمل حاله ايفونا واوتاكا مثلا. ايفونا واوتاكا وفيليكس عمل حاله بسرعه ايفونا وطار على بره ورجع تاني. ايفونا طار بصراحه كويس، جاب جون عالمي في في الدوري السنه دي، مش عارف شفته ولا لا. شمال افريقيا الكويس قوي مش هي مش هيبقى عندك مش هنا، مش هيسيبوه. علي معلول واحد هيروح من انجح، انت عارف هيروح فين؟ هيروح اسيا، واحد من انجح المحترفين. علي معلول ده ورفض، جات عروض كتير على فكره. اكسبشن علي معلول، نجاحك اكسبشن علي معلول، نجاحه معاك ايوه. وانت توفقت في صفقه زي دي يعني. ديانج مثلا، ديانج ده حاله بكل اللي احنا قلنا عليهم يعني، حاله النهارده 8.5-6 مليون يورو يعني، الناس تقول من 4 ل 6 مليون يورو يعني. 4 اعتقد مليون على ترانسفير ماركت، 4 مليون من 4 ل 6 يعني لو حسب. لا ما هو دايما حسب اللي هيشتريه يعني. الاربعه دي في وقت التعاقد بس انا حاطه في ثاني. ايوه بالظبط كده. فاعتقد ان اي حد بيجي مصر كمان هنا بيحصل له ابجريد يعني، خاصه لما بيقع في فرقه بتاخد بطوله افريقيا. انا بجيب حد عشان ياخد بطوله، لا عشان يعمل لي هو ابجريد يعني، اللي هو يكون سبب. انا مش عايز انا اللي اعمل له ابجريد، انا جايبه عشان انا اعمل ابجريد للمسابقه. مواصفات النادي الاهلي في اللاعب مش انه حريف بس. ايوه التيشيرت الاهلي بيتوافق، مش بتكلم على الاهلي بس. انا بتكلم بالعكس، يمكن الاهلي استفاد من محترفين كتير جدا. انا بتكلم على استفاد ماديا واستفاد فنيا، لكن انا بتكلم على الاوفرول تجربه المحترفين الاجانب في مصر. ما هو احنا جبنا لعيبه كتير قوي بس والانديه كتير جابت. اجوجو مثلا، فاكر اجوجو؟ طبعا. اجوجو ده انجليزي يعني، مش لعيب اي حاجه، ما عملش حاجه وخد بعضه مع ان الدوري هنا كان يستطيع اي حد محترف انه يلعب فيه. صحيح. او يبقى له وجود يعني. على العموم موضوع المواهب ده كبير. ملف كبير ويظل مفتوح، وخصوصا لما نتكلم بقى على المواهب في الكره المصريه، المواهب اللي بتطلعها الانديه، المواهب بتطلعها قطاعات الناشئين، المواهب اللي بتفرزها الدوريات، ومش بس الدوري الممتاز، حتى دوري الدرجه الثانيه طول عمره الحقيقه خرج منه لعيبه كبيره جدا، واللعيبه لعبت في منتخبات مصر. القصه دي غابت واختفت تقريبا بقالنا سنين، وبقى في مراكز بعينها بقت صداع في الكره المصريه، مراكز بندور لها على لعيبه او اتنين مش لاقيين، وبالتالي موضوع وملف كبير جدا. بس نتمنى نشوف رؤيه او تحرك فيها، او نشوف تخطيط، او نشوف فكره، او نشوف حاجه بتطبع على ارض الواقع، بدل ما احنا ماشيين والسنين بتعدي وانت زي ما بيقولوا كده الكوره في مصر محلك سر. نورت الدنيا يا كابتن شريف. نورت، وبتمنى معاك وانت طيب مره ثانيه، طيب وبنسعد بيك جدا، وجماهيرنا كلها بالف خير. وبتمنى معاك الناس تبص وتنظم وتخطط لصالح الكره المصريه. لو ما خدناش بالنا من اللي جاي هنقع في ورطه يعني صعبه جدا. احنا اوريدي ورطات بصراحه. احنا بندور على نتائج من المنتخبات. صحيح. واحنا ما عندناش تحضير. نورت الدنيا كابتن شريف. شكرا. بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم، ونشوفكم في حلقه جديده من السادسه.